السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم زي القمر، الراعي الرسمي للجمال في قناة الجمال، قناة الصحة والجمال. احنا زي ما اتعودنا أعزائي المشاهدين بنحاول إن احنا نحلل مع بعض أسباب وأسرار الجمال، ولكن من خلال رؤية طبية متخصصة، ومعانا باقة من أمهر وأحسن أطباء مصر، اللي منهم طبعا مشرفنا دكتور علاء سمرة أخصائي الجلدية والتجميل قصر العيني. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور، أهلا بيك. أهلا بيك، دايما منور معانا كده ولقاءات متجددة دايما. ربنا يخليك. النهاردة أعزائي المشاهدين هنتكلم عن موضوع يهمنا كلنا على حد سواء، ما فيش حد ما بيهتمش بشعره، وإحنا عايزين نعرف إزاي نعتني بشعرنا بالكيفية السليمة، بحيث ان احنا في الاخر يبقى دي، لانها سمة من سمات الجمال من قديم الازل، الشعر الطويل والجميل وخصوصا عند المرأة. دكتور، الشعر له اهتمام خاص بالنسبة للبنات وبالنسبة للسيدات. الشعر الطويل بيهتموا ان الشعر يكون كثيف، ما يبقاش لو بدأ يتساقط شوية كده زاد معدل التساقط يعمل لهم قلق ويعمل مشاكل نفسية. ازاي نحاول ان احنا بالقدر المستطاع نعتني بشعرنا بشكل صحي طبي مظبوط؟ طيب، قبل ما نتكلم على ازاي نعتني بشعرنا، خلينا نشوف احنا امتى نقول ان احنا عندنا مشكلة في الشعر، او امتى نقول ان احنا عندنا تساقط في الشعر. لان احنا في العادي المفروض الشعر بيجدد نفسه، فطبيعي ان احنا نلاقي كل يوم شعر بيقع مننا، بس ليه لمت معين نقول ان احنا ده اللي هو التساقط الطبيعي للشعر، المعدل الطبيعي للتساقط، المعدل الطبيعي للتساقط. انما لو اكتر من كده او لو زاد عن الحد ده، يبقى هو ده اللي عندنا فيه هنا مشكله، وان احنا محتاجين ان احنا نغير طريقه الاعتناء بالشعر بتاعتنا، يا اما ان احنا في عندنا مشكله ما لازم نحلها، مشكله مرضيه. مشكله مرضيه. اه طيب، تمام. احنا الطبيعي بتاع شعرنا، احنا في شعرنا تقريبا من 100,000 ل 120,000 شعره. التساقط ده عدد الطبيعي الشعر، ده عدد الشعرات اللي في الراس، اللي في الشعر، في شعر على الراس بس. على عهدة الدكتور علاء، تمام. من 100,000 ل 120,000. 120,000 اصل ما حدش عدهم قبل كده. لا لا، في ناس تانية عدتهم كتير، اطمن يعني. من 100 ل 120,000 شعراي في الراس كلها. في الراس كلها، تمام. الطبيعي لما شعر بيجدد نفسه بيحصل عندنا من 50 ل 100 شعراي كل يوم بيقع. يبقى احنا عندنا لو حد نايم وصحي لا على المخده 5 6 اكتر 10 من 55 بس. طب هيعرفهم ازاي يا دكتور؟ بص، ما هو اللي هو مش كتير يعني، في كام شعر بالكم. بالكم كده انت اكيد طبعا مش هتعدهم، بس بالكم اللي هو انت ده المعدل الطبيعي اللي انت بتشوفه كل يوم. طب نايم على المخده لقيت كام شعرايه، وقاعد تغسل شعرك فيه كام شعرايه، وقعوا قدامك في الحوض مش عارف ايه. هو دايما دكتور الشكوى بيقول انه في المخده بتبقى، او في المشط، او سوري، والواحد بياخد شاور ولا حاجه بيلاقي في البانيو شعر كتير نازل، او في الحوض. تمام. لو لقينا ان الشعر بقى كتير بزياده، او ان احنا يوم ورا التاني شعرنا نفسه بنحس ان هو بيخف، ده هنا اللي فيه مشكلة. انما طول ما في التساقط ده حاجات قليلة وشعرنا كثافته مش بتقل، يبقى ده اللي هو التساقط العادي، ان شعراي بتجدد نفسها، شعراي بتقف بيطلع مكانها شعراي تاني. جميل. احنا عندنا الطبيعي ان الشعر بيعدي ثلاث مراحل، مرحلة اسمها اناجين، مرحلة اسمها كاتاجين، مرحلة اسمها تيلوجين. الترجمة يا دكتور. ايه؟ الترجمة يا ريت. بص، ملهاش ترجمة عربي قوي، بس هما دول مثلا بناء مراحل، ثبات، هدم، او حاجة زي كده يعني. الاناجين او اللي هي مرحله البناء دي، هي دي اطول فتره اللي هي اللي احنا بنشوف بيها الشعر بتاعنا، هو ده الشعرايه القويه اللي موجوده دي، اللي هي بتقعد في فروه الراس مثلا في حدود من سنتين لغايه ممكن 6 أو 7 سنين. بعد كده، بعد ما بتخلص الفتره بتاعتها، تبتدي تضعف، يبتدي الدم اللي رايح لها يقل شويه، فيبتدي الغذاء بتاعها هيقل، تبتدي تضعف لغايه لما تموت وتقع في المرحله، مرحله التانية. شيخوخه وموت، زي شيخوخة وموت. الطبيعه بتاع طبيعه الجسم كله، الكائن الحي، طبيعه الكائن الحي وطبيعه البشر كله. في مرحله الشباب والعنفوان بقى وقوه الشعر وبريقه والكلام ده كله، بعد كده تبتدي تضعف لغايه لما تموت وتقع، بيطلع مكانها شعرايه جديده تجدد نفسها مره ثانيه، تبتدي تطلع مره ثانيه. ده يمكن كمان عندنا هنا السبب ان انت تلاقي مثلا عندك شعر الرموش او الحواجب ما بيطولش زي شعر الراس. سبحان الله. لان الدوره بتاعت شعر الراس بيبقى زي ما بقول لك، ممكن تبقى مرحله البناء او الاناجين دي ممكن تقعد لغايه 6 أو 7 سنين، انما في الرموش اخرها بتقعد 3 أو 4 شهور، وبعد كده تموت وتقع ويطلع مكانها شعرايه ثانيه، فبالتالي ما بتلحقش ان هي تطول الطول الكبير بتاع شعر الراس. سبحان الله.
كلام جميل بصراحة، ويعني محتاج ان الواحد يتفكر فيه ليه فعلا الرموش بيبقى طولها كده بس وثابتة على كده، وليه الشعر الطويل بيطول في اجناس معينة او في مناطق معينة. يعني مثلا في اسيا بنلاقي الشعر المشهور ان هو شعر طويل، تمام، شوية في الوطن العربي الشعر مش طويل، يعني على متوسط حسب. على حسب برضو الشعوب. في الغرب بيبقى افريقيا بقى قصير عندك شوية. الشعر قصير الكلام ده، سبحان بس الله. كمان طول الشعر كل واحد عايز شعرها يبقى طويل. في هنا برضو عوامل تدخل كتير بتأثر معانا، من اهم العوامل الجينية. في ناس دي طبيعة شعرهم كده خلاص، انت مهما عملت لهم مش هيطول اكتر من كده، او ده الطبيعي بتاعهم يعني. انما لو واحدة جت تقول لك انا كان شعري طويل وقصر، هنا لما نيجي نعالجها ممكن يطول. انما واحدة طول عمرها شعرها اصلا قصير او طبيعته قصير مهما عملت خلاص، ده يعني الجينات بتاعتها كده. طب هنا يا دكتور في مفهوم انا مش عارف، عايز اصححه من حضرتك لو كان خاطئ او ناكده بقى لو كان سليم، ان قص اطراف الشعر بيقولوا بيطول بيساعد على ان الشعر يطول، الكلام ده مظبوط ولا؟ بص يعني مش مظبوط بنسبة 100%. هو المظبوط فيه ان انت لما بتقص اطراف الشعر بتشيل الجزء المقصف منه وبتحسن الغذاء بتاع الجزء اللي باقي. جميل. فبالتالي لما بتحسن الغذاء بتاع الجزء الباقي، فانت كده الشرايين بانت ان هي بارقها احسن وقوتها افضل والغذاء احسن، فبالتالي هتطول بصورة احسن. جميل جدا. طب يعني انا فاهم حته ان احنا بنحسن، او يعني ان احنا بنزود الغذاء للشعرايه اللي باقيه، احنا بنشيل حمل من الشعر بياخد جزء من الغذاء صح بنشيله، كده، فالباقي الشعرايه بتتغذى احسن. تمام. طب ايه يا دكتور بقى اسباب ان الشعر يكون مقصف في الاطراف او هش؟ يعني دي برضو شكوى بيشتكي منها كثير من سيدات مش مصر بس، الدنيا كلها، تمام الشعر الهايش والبريتل اللي هو متقصف، والشعرية لو فتحت الميكروسكوب تبقى مشقوقة اتنين وتلاتة وحاجات كده. تمام فإيه أشهر أسبابها يا دكتور؟ بص، اشهر اسبابها طبعا هو الضعف العام بتاع الجسم. لو مثلا واحده عندها انيميا، واحده عندها نقص غذاء، او ما بتاكلش كويس، او الكلام ده كله، او ان هي بتتعرض للشمس كتير، فالشعرايه دايما بتتحرق من اشعه الشمس بصوره مستمره، ما بتعتنيش بشعرها بصوره كويسه، ما فيش الشامبوهات المناسبه. اسباب كتير قوي، كل حاله وليها السبب بتاعها، وعلى اساسها بنبتدي نحدد العلاج عامل ازاي. يعني ممكن نقول أشهر الأسباب قلة التغذية أو سوء قلة التغذية سوء التغذية، وأشعة الشمس تمام والمستحضرات الكيميائية اللي ممكن تعمل القصة دهيت، مظبوط كده، دي من أهم الأسباب. دي أنا عارف أهم. إن حضرتك وفريق الإعداد جايبين لنا مجموعة من الصور للشعر الطبيعي أو يعني فإحنا عايزين نمو نشوفه الشعر، عشان نعرف نفرق ما بين الطبيعي والمرضي أو الحاجة الصور المرضية. فعلى تمام. بال ما تيجي إن شاء الله الصور على الشاشة. معانا الصورة على الهواء دكتور. بص، هي دي يعني رسم كده بيوضح شكل الشعرايه، وان هو في حاجه اسمها سبيشس جلاند، او اللي هي الغده الدهنيه اللي بتغذي الشعرايه. دي بتبقى مرتبطة بالشعراية، كل شعراية ليها الغدة بتاعتها. تمام، سبحان الله. ده جدر الشعرايه من تحت طبعا، ودي حاجه اسمها الماتريكس، او اللي هو يعني اساس الشعرايه. بس انا اللي كان الصوره دي انا جايبها بالذات علشان خاطر سبيشس جلاند، ده اللي على اساسها بيتحدد الشعر ده جاف، الشعر ده دهني، الشعر ده مختلط. على اساس يعني لو الشعر ده جاف مش هيبقى فيه غدة ولا هتبقى افرازها قليل؟ افرازها قليل، الغده موجوده بس افرازها قليل، جميل وعلى حسب افرازها قد ايه حسب الشعر بيتحدد دهنيته عامله ازاي. جميل. طيب طبعا السبيشس جلاند دي لو حصل بقى كمان فيها التهابات او حاجه، ساعات بيطلع لي حبوب تحت الشعر، نلاقي حد بيشتكي من حبوب او التهابات او بثور بتطلع طبعا مع الشعرايه او الكلام. دي اول صوره، دي شكل الشعرايه وهي داخله في الجلد عامله ازاي بالمراحل بتاعتها اللي احنا اتكلمنا عليها. اول مرحله خالص على الشمال هي الاناجين، وهي الشعرايه في قوتها وعنفوانها. شوف شكل الشعرايه تخين ازاي وكبيره ازاي وعامله ازاي، وبعد كده بتقعد تضعف تضعف لغايه لما تقع، وبعد كده ترجع تنمو مره تانية. وزي ما جميل. اتفقنا ان كل مرحله ليها وقت محدد، مثلا في فروه الراس بيبقى الاناجين بتقعد لغايه سنين، زي ما قلنا ممكن 6 سنين. الكتاجين بتقعد بس مرحلة شهور، التيلوجين دي مرحلة أسابيع، من أسبوعين لثلاثة أو أربعة بالكتير أوي. في الرموش والحواجب الوضع بيختلف في المرحلة بتاع الوقت بتاع كل مرحلة. جميل جدا. هنا بقى دي مهم أوي، إن إحنا عايزين نقول إن الشعراية مش بتطلع شعراية منفصلة. إحنا عندنا في حاجة اسمها فوليكولار يونت، كل يونت بيطلع فيها مش شعراية واحدة، ممكن يبقى شعرايتين وثلاثة. ده تحت يعني زي ما بنقول كده حزمة من الشعر. حزمه من الشعر، ما بتبقاش الشعرايه او ما بتبقاش شعرايه مفرده خالص. وكل ما يبقى عندي الشعر طالع 3 و4 في اليونت الواحده، ده معناه ان الشعر ده بصحه جيده،
الشعر يعني ده حلو مش وحش، ده شعر حلو، دي حاجه مش مرضيه خالص خالص، ده بالعكس ده احسن. ده اللي هو لو في، انا لو لقيت البصيلات اللي قدامي دي شعرايه واحده بس في كل بصيله، ده هنا لا، هنا عنده هيبقى شعره خفيف، هيبقى شعره ضعيف، هيبقى في عندنا هنا مشكله. انما كل ما تبقى الشعر متجمع مع بعضه كده وكل يونت فيها 3 4 شعرايات، ده الشعر ده صحته كويسه ورزاه والاعتناء بيه كويس. ده بقى اللي موجود في اسيا وشرق اسيا، والناس اللي هم الجنس الاصفر اللي بيقولوا عليه اللي هو شعرهم كثيف جدا بيبقى بالشكل ده كده يا دكتور. تمام. طب انا في سؤال معلش، مجموعه الشعر كل واحد طالع، كل شعرايه طالعه ببصيله لوحدها ولا كلهم مشتركين في بصيله واحده؟ معلش يعني هو سؤال. كلهم مشتركين في بصيله واحده، يعني كلهم مشتركين اغلبهم في بصيله واحده. اه جميل. بص ده بيبان في ايه بقى؟ لما نيجي نعمل زرع شعر طبيعي بنيجي ناخد الفوليكولار يونت دي مع بعض، بنلاقي الفوليكل دي طالعه بثلاث اربع شعرايات مع بعض. سبحان الله. وكل ما تبقى طالع فيها شعرايات اكتر، كل ما ده عمره ما بيشبه العين مجرده الاول. عشان اقول لك احنا لما نيجي نشتغل، احنا قدامنا الشعر احنا شايفينه مش عارفين ده ايه. لما نيجي نطلعه بقى بالماشين بتاعت زراعه الشعر دي ونيجي نشوفه تحت الميكروسكوب او بعد كده بنحطه في محلول معين او بتاع، بنلاقي ان الفوليكل الواحده طالعه فيها ثلاث اربع شعرايات. ده بتبقى النتيجه بعد كده كمان لما بنيجي نزرع بتبقى افضل بكتير. اللي انا اعرفه يعني الحاجه اللي لو في صور تانية طبعا اتفضل يا دكتور. اه بص ده بقى ده لما نيجي نزرع ده اللي بيطلع، ده احنا بنطلعه بالماشين بتاعت اللي هي الاله اللي بنزرع بيها. يعني ده شعر طبيعي موجود كان مع بعضه بالمكنه بتاعت الزرع اتشد، ولا ده الشعر اللي هو بيتزرع؟ ده يعني ده اللي بيتزرع. اللي بيتزرع ولا بيتزرع ده طبيعي يا دكتور؟ بيبقى جاي من يعني شعر حي، انسان حي، ولا بيبقى حاجه مصنعه؟ لا لا المصنعه دي نتائج فاشله وما بقناش بنعملها خلاص. اه انما هو الكويس ان هو بيبقى شعر من انسان، من نفسه، من هو من نفسه، اماكن لاماكن تانيه. اه بناخده مثلا من الشعر الراس من ورا مثلا، دي بيبقى ما بيحصلش فيها تساقط في الشعر، بنزرعه في المنطقه اللي قدام اللي بيبقى فيها تساقط في الشعر. جميل جدا. فلما بنيجي ناخد الفوليكل بيبقى شكلها عامل بالمنظر ده، فكل ما بيبقى الفوليكل فيها اكتر من شعرايه كل ما بيبقى النتيجه بعد كده بتبقى احسن بكتير، وده معناه ان شعره كويس مش وحش. طيب احنا معانا اتصال يا دكتور، معانا مدام ليلى. اتفضلي يا مدام ليلى. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. انا كنت بس عايزه اسال الدكتور على حاجه. هو يعني انا كان شعري حلو جدا، وبعدين فجاه كده من فتره بصيت لقيته بيخف من المنطقه اللي قدام، بيقع خالص، وبعدين عالجته وخدت حقن فيتامينات وحاجات، بس برضه ما فيش فايده. الجزء اللي قدام ده بحس انه ملتهب، في زي التهاب كده ولونه احمر احيانا، وبعدين يعني زي عايزه اهرشه، زي يعني حرقان لوحده كده وانا قاعده، ممكن احس بالحرقان. السن قد يعني ايه؟ جربت حاجات كتير وما فيش فايده. تقولي سن حضرتك قد ايه؟ سني تمام 60. طيب في قشره او حاجه افندم؟ في قشره، في قشره فروه الشعر، قشره؟ لا 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 خالص خالص، مفيش حاجه خالص، وهو الجزء اللي قدام بس، يعني شعري من ورا مش بطل، يعني مازال لسه يعني تقيل شويه. تمام. لكن هو بصفه عامه شعري كله حاسه فيه بجفاف، بس الجزء اللي قدام ده اللي بايظ خالص. طيب بصي، هو طبعا احنا عندنا هنا عامل السن بيبقى مهم جدا، لان عندنا في الهرمونات اللي بتبقى في جسمنا بتاثر بشكل مباشر على الشعر عامل ازاي. طبعا أيوة. يكون هو بيتساقط من قدام بس ده بيبقى عامل هرموني اكتر. عمل هرموني ولا في حاجه مرضيه؟ لا لا ده عامل هرموني اكتر، واحنا لما بناخد علاج بنعمل حسابنا على الموضوع ده. العلاجات معناها هتستمر لفتره طويله شويه، هنحتاج ان احنا ما نوقفهاش خالص، ممكن نقلل بس جرعاتها او نقلل المعدل اللي احنا بناخده بيها. محتاجين نعمل تحاليل كامله عشان نطمن ان احنا ما عندناش مثلا غده درقيه مأثره، ما عندناش. لا عملت كل التحاليل، ما عندناش غده درقيه الحديد، وتحليل الحاجات دي، حديد نسبه الحديد في الدم وكل حاجه، ما فيش حاجه غير هي بس ان في حاجه غلط في يعني هي شعري. كل مشكله حضرتك يا مدام ليلى ان هي الشعر من قدام فيه التهابات وفي حرقان وبيتساقط. طيب احنا هنرد دكتور علاء، هيرد على حضرتك، هيكمل كلامه مع حضرتك، وكل سنه وحضرتك طيبه وشكرا لاتصال حضرتك. طيب هو معنى كلمه ان في حاجات التهابات حمراء وبتحاول في حكه او عايزه تهرش فيه، ده ما يعنيش ان في مثلا فطر او حاجه موجود في الشعر؟ وارد طبعا،
ممكن تبقى حساسيه عاديه خالص من الانواع اللي هي بتحطها على شعرها، سواء كان الشامبو او الكريمات او حاجه محتاجه ان هي تغير الانواع، او ممكن تكون حساسيه من حاجه تانية مختلفه، ممكن يكون في قشره بس لسه مش باينه بصوره كامله، ممكن يعني عوامل كتير. هنا طبعا الفحص يعني هيبقى مش مهم القصه أو. لازم تتفحص عشان نشوف ان هي عامل هرموني فقط ولا معاها حاجه تانية. تمام، ده جميل. اكيد طبعا جميل جدا. طيب يا دكتور، احنا كنا بنتكلم مع بعض على قصه البصيله اللي بيطلع منها اكتر من شعرايه. يعني هو فكرني بحاجه كده، انا ما اعرفش ليها علاقه ولا لا، بس احنا لما بنلاقي بناكل بنلاقي البيض ليه صفارين، بنقول ان ايه، انا سالت فيه مهندس زراعي فقال لي ده بيبقى مشكله في التبويض، يعني ده يعتبر مرض من امراض الفراخ، ان البيض بقى احنا بنفرح جدا يكون ليه صفارين وجميل. فعشان كده انا قلت لحضرتك ده طبيعي ان يكون الشعرايه فيها كذا بصيله ولا لا، فحضرتك قلت لي بصيله واحده، وده يعتبر العكس بقى المفهوم، دي حاجه أيوة. كويسه يعني. طب يعني نوصل للمرحله دي ازاي، ولا دي حاجه بتبقى جينيه فقط لا غير؟ لا مش جينيه، ودي بقى طريقه الاعتناء بالشعر عامله ازاي عشان نغذي شعرنا كويس فيطلع بالصوره دي. طيب احنا هنعرف جنب العوامل الجينيه تفصيل يا دكتور طرق العنايه ان شاء الله بعد ما ناخد اتصال احمد. اتفضل يا استاذ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله. سامع حضرتك، انا كان سني 32 سنه تمام، وشعري كله ابيض بسرعه يعني. تمام بس هو يعني كان الوالد الله يرحمه كان نفس الموضوع كده، كان شعره ابيض بسرعه. بس اخواتي تمام، ما فيش اي مشكله عندي تمام، ما بعانيش من اي حاجه، بس بفاجئ ان هو بيبيض بسرعه يعني زاد عن المعدل الطبيعي يعني. طيب بص، طبعا هي مشكله الشعر الابيض هو ما بيض دلوقتي بيبقى خلاص بقى ان احنا نرجعه تاني لونه، ده من الحاجات اللي ما بتنفعش. هي بيبقى فيها عوامل وراثيه، يعني كسبب هو العامل الوراثي وده الاساس عندنا. العوامل المساعده في حاجه زي كده بيبقى الارهاق، وان احنا ما بناكلش مضادات اكسده كويس في الغذاء بتاعنا، اللي هو سوء الغذاء بمعنى اصح يعني. او الاسترس طبعا والتوتر، كل دي حاجات عوامل بتاثر على الصبغه بتاعه الشعر. علاجها يعني الشعر الابيض مش هينفع نعالجه تاني، انت ممكن بقى تعمل دلوقتي حنه او صبغه او ايا كان، بس عشان نمنع بقى ان الشعر الابيض الجديد يبتدي يطلع هناخد مضادات اكسده. هنهتم ان احنا ناخدها في الاكل الطبيعي بتاعنا، اللي هو الخضار والفاكهه الطازه والورقيات، الخضار اللي فيه ورقيات خضراء يعني، ويتاخد كمان عن طريق الاقراص عن طريق البق مرتين في اليوم. طيب عشان ما نطولش عليك يا احمد، انت لسه معانا يا احمد؟ الو. طيب في اي استفسار تاني من دكتور علاء؟ معلش انا اسف، انا صوتي كويس، بس هو لو عايزين نقلل المعدل او اي حاجه، في علاجات معينه، في حاجه معينه ولا؟ ما انا بقول لك لازم تزود مضادات الاكسده في اكلك. طب انا اسف جدا يا دكتور، هسيب حضرتك بس من التلفزيون، انا مش سامع صوت خالص. طيب معلش يا استاذ احمد، تابعنا وان شاء الله دكتور علاء هيجاوب على حضرتك. شكرا لاتصال حضرتك حبيبي. دكتور علاء، يعني عشان طبعا احنا ايه، يعني لو احمد فضل على التليفون هيتفرج على الحلقه كلها معانا. فهي القصه قصه كيفيه الاعتناء وكيفيه التغذيه السليمه، ده امر شرحه يطول طبعا، بس احنا هنحاول نوجزه على قد ما نقدر. كيفيه الاعتناء بالشكل السليم بالشعرايه الطبيعيه العاديه خالص، علشان ما تتعرضش بقى لان هي تتقصف او ان هي تبيض او ان هي تقع تتساقط، ازاي؟ طيب بص، احنا في الاول اللي بيغسل شعره كل يوم ويجي فرحان بقى انا بغسل شعري كل يوم مش عارف ايه، وبيعتبر ان دي نظافه كويسه يعني، لا ده بيجي نتائج عكسيه تمام. لازم ندي فرصه للشعر ان هو الزيوت الطبيعيه اللي بتتفرز عن طريق الغده اللي احنا شفناها دي تدي غذاء طبيعي للشعر وتدي اللمعه للشعر. جميل. طيب. فالشعر الطبيعي بيتغسل من مرتين لثلاثه في الاسبوع. اكتر من كده عايزين نغسل اكتر من كده يبقى بالميه بس، من غير ما نحط عليه اي شامبوهات او اي حاجه، يعني دي كلها حاجات كيماويه طبعا. عايزين فعايزين يبقى بالميه، يبقى اكتر من ثلاث مرات في الاسبوع يبقى بميه بس. دي طب هل يا دكتور في مستحضرات طبيعيه ما فيش فيها كيميكالز ممكن نستخدمها في الغسيل اليومي؟ بص، ما هي دي النقطه الثانيه بقى، ان احنا لما نيجي نغسل شعرنا يعني اللي يحدد لنا نوع الشامبو هو الدكتور اللي هيشوف شعرنا ويحدد ايه نوع الشامبو الافضل بالنسبه لنا. جميل. ما نجيبش اي حاجه من السوق وخلاص والكلام ده كله. وطبعا كل ما تبقى حاجه طبيعيه اكتر كل ما يبقى ده بيبقى احسن، كل ما يبقى حاجه طبيه بيبقى حاجه طبعا. هل في حاجه طبيعيه 100% يا دكتور؟ السوق مليان دلوقتي خلاص حاجات طبيعيه، حاجات كلها حاجات 100% طبيعيه. طبعا. جميل. بعيد خالص عن الحاجات اللي فيها مواد كيماويه والكلام ده كله، دي حاجات دي ممكن نستخدمها يوميا في الغسيل اليومي؟ لا، ده حتى يعني حتى ده ما ينفعش يومي برضه.
يعني حتى اللي هي الحاجات الطبيعيه او الحاجات الطبيه وكده ما ينفعش يوميا، لا اخرنا 3 مرات في الاسبوع. جميل جميل تمام؟ جدا. بيجي نتيجه عكسيه، لو كترنا يجيب نتيجه عكسيه، هيضعف الشعرايه وهيضيع لمعانها وممكن تقصف معانا بمرور الوقت والكلام ده كله، عشان بنشيل الطبقه الربانيه اللي بتحمي الشعرايه وبتحميها من عوامل الجفاف والشمس والحاجات دي كلها. صح كده، هنشيل الطبقه الدهنيه اللي هي بتغلف لي الشعرايه اللي بتحميها من التراب والشمس والحاجات دي كلها. طيب مظهر. جميل يا دكتور، موضوع تغليف الشعرايه هنا هيخليني اخش معاك في موضوع تاني شائع جدا 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 اللي هو الكرياتين. الناس كلها، مش هنقول كلها طبعا، يعني معظمهم بيستخدموه. انا عارف ان فكرته ان هو الشعرايه بتتغلف بماده الكرياتين، ففي حد بيقول ان ده كويس بيساعد على حمايه الشعرايه، وفي حد تاني بيقول ان ده لا وحش لانه بيمنع الشعرايه ان هي تتنفس وبيمنعها من ان هي تبقى متهويه وفي الاكسجين ملاصق ليها. اي الرايين احسن؟ وقصة كمان الفورمالدهايد، بيقول الكرياتين اللي خالي زيرو فورمالدهايد ده مش مضر خالص بل بالعكس مغذي للشعر، وفي ناس تانية بتقول لا الكرياتين نبعد عنه خالص. طيب عايزين نحل الإشكالية دي لأن هي يعني كتير كتير جدا بيستخدموا الكرياتين. بص، الكرياتين في حد ذاته مش مضر للشعر خالص، بالعكس ده المفروض مادة أو بروتين داخل أساسا في تكوين الشعر. طيب استاذن حضرتك يا دكتور، نكمل كلامنا عن الكرياتين بعد اتصال ام محمد. اتفضل ست محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت، والله انا عندي ابني عنده 10 سنين دلوقتي. تمام. من فتره كده، من كام سنه. استاذنك يعني يا ست ام محمد، يعني اخفضي صوت التلفزيون وكلمي دكتور علاء من خلال التليفون بس عشان نسمع الصوت بوضوح وحضرتك نقدر نتواصل ان شاء الله. سمحت، هو من 3 أو 4 سنين كده طلع له حاجه مكلكعه في شعره من قدام الجنب كده، من بعد النص بشويه من قدام. ده فروه الراس نفسها وبعدين عالجتها في فروه راسه. وبعدين عالجتها، رحت للدكتور كده واداني دهانات واداني فيتامين الف. وبعد كده راحت، بس في نفس المكان دايما وحواليه بيروح شويه ويرجع تاني يطلع له قشر كده، بلاقي قشر في شعره، مش عارفه اعمل ايه. بس انت لما عالجتيها شلتيها جراحه ولا بالكريمات؟ معانا يا ست محمد؟ ايوه. دكتور علاء بيقول لحضرتك انت لما اتعالجت جراحيا اتشالت بالجراحه ولا بالكريمات؟ لا 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 لا، ده هي كانت حاجه زي قشر بتطلع تقب كده لفوق وتطلع زي قشره كده بس تخينه شويه سميكه. عالجتها بعلاج، يعني الدكتور اداني حبوب فيتامين الف وعلاج تاني دهان، يعني زي حاجه زي الميه كده. تمام. وبتروح وترجع معاكي تاني؟ لغايه دلوقتي لما بتطلع القشره بحط له، بيقول لي يا ماما في راسي لما بتفضلي بتلسع. وبتروح، وبعدين بعد فتره الاقيها رجعت تاني، بس مش نفس القشره السميكه، قشر رفيع، قشر عادي بقى بس رفيع، بس في نفس المكان ده بس. طيب بص، طبعا هنا بيبقى مهم قوي الفحص، لازم نشوف بعينينا القشره دي شكلها ايه، لان هيفرق على حسب نوع القشره هيفرق التشخيص. ممكن تبقى فطريات عاديه خالص هي اللي عامله لنا الموضوع ده، ممكن يكون ده القشره دي برضه بتبقى موجوده في مرض اسمه الصدفيه، ممكن تكون هي دي قشره نتيجه حاجه زي كده. فهيبقى مهم قوي ان احنا لازم نشوف ونفحص، ما دام انت العلاج اللي انت بنستخدمه بيجي لنا فيها كويسه هنستمر عليه، بس لازم المتابعه مع الدكتور عشان نشوف اذا كان هيعدي العلاج هيغير حاجه، اذا كان يعني على حسب برضه نظرته للحاله الوضع بيختلف. الاتصال اتقطع. ست محمد شكرا لاتصال حضرتك يا فندم. هو دكتور فعلا يعني هي صعب قوي الامراض الجلديه ان هي تتفسر او تتشخص وكده عن طريق التليفون، بس احنا برضو يعني انت عارف كنت نفسي اسالها او انها الدكتور شخصها لك قال لك هي ايه، يعني مش عيب يعني انا اعرف الدكتور اللي شافها قال لها ايه، وحضرتك تقول لها مثلا تكمل العلاج ازاي، تعمل ازاي، يعني احنا كنا عايزين نعرف التشخيص لان الامراض الجلديه طبعا حضرتك ادرى مني لازم تتشاف، ما ينفعش خالص، ومتشابهه جدا يعني مجموعات من الامراض ممكن يبقى 100 مرض مثلا وكلهم نفس الاعراض، فعشان كده دي صعوبه برانش الجلديه، يعني قسم الجلديه صعوبته في اللي هو حاجه اسمها
التشخيص الاختلافي او ديفرنشال دايجنوزيس، صح كده؟ ده حقيقه. شاطر لسه، انا فاكر حاجات ديفرنشال ده كتير. طيب الحمد لله. طيب يا دكتور، احنا كنا بنتكلم في قصه الكرياتين قبل اتصال ست محمد، فعايزين الاشكاليه دي عامله قلق. في ناس تقول حط كرياتين مغذي، في ناس تقول ما تحطش كرياتين مغذي، حط بشروط ما تحطش بشروط. اللي بيتضرر في موضوع الكرياتين الكوافير اللي بيحط، مش الانسان اللي بيتعمل له الكرياتين عشان عينيه والفورمالدهايد. فعايزين نطلع بقى بنتيجه على عهد الدكتور علاء زي ما عودتنا. طيب، هو الكرياتين طبعا مفيد للشعر، بس عشان نستخدمه لازم يكون شعرنا اصلا بصحه كويسه. لو استخدمناه وشعرنا ضعيف او شعرنا متقصف او تعبان هيحصل تساقط للشعر، ان هو يبقى تقيل على الشعرايه شويه. لما نيجي نعمل الكرياتين لازم نشوف الكيس اللي احنا بيشتغلنا منه شكله ايه. نبص عليه نشوف انتاجه فين، نشوف صلاحيته ايه، نشوف الفورمالدهيد فيه قد ايه. لان الفورمالين ده ماده كارسينوجينك، مسببه للسرطان، اعوذ بالله، مسببه للسرطان. فلازم يكون زيرو فورمالدهيد. زيرو فورمالدهيد. طب في راي يا دكتور هنا بيقول ان لو زيرو فورمالدهيد مش هيفرد الشعر، يعني هو الفورمالدهيد هو اللي بيفرد. طب نستخدم الكرياتين ليه؟ عشان نغذي الشعر. طب جميل، ده كلام ده مهم قوي. جميل جميل جدا. انما هو ما دام هنستخدمه شعرين يعني ما فيش منه مشكله، لو زيرو فورمالدهيد ده حاجه كويسه. جميل جميل جدا يا دكتور. شكرا جزيلا لحضرتك، لان الموضوع ده فعلا يعني اتسالت فيه كتير. طيب في حاجه برضو شائعه جدا جدا. طيب بعد اتصال الاستاذه شيماء، اتفضلي يا فندم. الو. ايوه يا فندم، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. انا دلوقتي بس ممكن اتكلم الدكتور. اتفضلي يا فندم. انا دلوقتي طالع لي شعر في منطقه الدقن، فبعمل ليزر. كويس. فهل الليزر يعني يروح من الليزر؟ تمام. بصي، بس قبل ما تعملي الليزر لازم تعملي تحليل هرمونات كامله الاول، ونتاكد ان مفيش اي عوامل ثانيه مساعده. ايه؟ الو. ايوه، عملت تحليل الاستروجين طلع مفيش حاجه. فبتعالج من التكسر على الميديا، باخد سيدوفاز. ايوه، حلو قوي، مظبوط كده. خلاص، انت ماشي على الخط الصح عموما. يعني انت اخدتي خلاص حاجه بتظبط لك الهرمونات عشان لو في تكيسات على المبايض. الليزر طبعا هي دي النتيجه الوحيده والفعاله لحاجه زي كده، بس طبعا الاستمرار على الجلسات مهم قوي. كل شهر بتعملي جلسه لغايه لما تلاقي الشعر يختفي معاكي ان شاء الله. شكرا لحضرتك يا استاذه شيماء. طيب يا دكتور، هو دلوقتي يعتبر الليزر هو الحل الوحيد الموثوق فيه بالنسبه لدكاتره الجلديه في ازاله الشعر، صح كده؟ تمام. مهما كانت الاسباب بيبقى في علاج للسبب، بس لازم نزيل الشعرايه بالليزر. لا طبعا، بص، بيبقى على المدى البعيد يعني هو افضل الوسائل لازاله الشعر. جميل جدا. طيب يا فندم، اتكلمنا على الكرياتين، عايزين نتكلم برضو على حاجه شائعه جدا اللي هي الجل. بانواعه، ويعني بيقولوا برضو ان الجل دوت لو خالي من الكحول، المشكله في الجل انه فيه كحول بينشف الشعرايه وبيضعفها. لو الجل ده، وبرضه اتقال ان الجل عمره ما يبقى خالي من الكحول، لازم يبقى فيه كحول عشان ينشف الشعر. طيب، قصه الجل ايه يا دكتور؟ طيب بص، الجل من الحاجات المضره جدا بقى، المفروض ان هو يعني يكون الناس كلها واعيه ان هو ده حاجه مضره للشعر. بتقصفه، بتعمله، يعني بتكون سبب من اسباب تساقط الشعر على المدى البعيد. يبقى الشباب لسه يعني شاب لسه صغير، ومن كتر استخدامه للشعر الشعرايه هلكت ووقعت وضعفت والكلام ده كله. فلا، ده من الممنوعات تماما بقى، الجل من الحاجات الممنوعه. طب ايه بديل الجل؟ لان احنا يعني كلنا بنحب ان شعرنا ما يتبهدلش من الهواء ويفضل ثابت طول اليوم، ايه البديل بتاعه؟ بص، ما هو ملوش بديل، انت خلي شعرك بطبيعته. انت ليه عايز تحط عليه جل فتمنع التهويه بتاعته يعني وتضره وبتغلفه بماده مختلفه عن طبيعته؟ لا طبعا، الحاجات دي مضره. يعني هي المسموح ممكن نقول الحاجات برضو اللي هي الكريمات، ويا ريت تكون طبيعيه. او الزيوت، الكريمات الطبيعيه هتغذي الشعر، او مش هتدينا الستايل بتاع الجل ان هو موقف شعره ازاي، او بيلمع قوي ازاي، او الكلام ده. بس هنستخدم الكريمات اللي هي هتفيد شعرنا. ده مفيش فيه نقاش. اصل انا دكتور بحب دايما لما تكون في مشكله، يعني ما احبش ان انا ايه اقول لحد ما تحط الجل وهو يقول لي لا مش هقدر، لازم احط جل، يبقى انا كده ما حلتلوش مشكلته. فانا عايز يعني اوصل لبديل. يعني هي الجل بقى ظاهره، يعني ان لم يكن يعني اقول لك 99% من الشباب خصوصا بيحط جل.
لو احنا عرفنا نكتشف له بديل تبقى حاجه كويسه قوي. يبقى براءه الاختراع هتبقى الدكتور علاء صبري. المفروض حضرتك اشتغل بقى في الموضوع ده ندور بقى الحلقه ان شاء الله. طيب يا دكتور، برضو من المشاكل اللي هي بتواجهنا كلنا الحاجات اللي بنغسل بيها شعرنا، يعني سواء مثلا الشامبوهات بيقولوا ان هي بتنشف الشعر، في ناس بيقولوا البلسم، في ناس تقول لك استخدمه، في ناس تقول ما تستخدموش. في الثلاث مرات المسموح ان احنا نغسلهم اسبوعيا، ايه فايده الشامبو وايه فايده البلسم غير ان دكتور الجلديه هو اللي يقول، يعني عموما بوجه عام؟ بص، ما احنا ما كملناش كلامنا على طريقه الاعتناء بالشعر عامله ازاي، اتكلمنا في نقطه واحده بس اللي هو عدد مرات استخدام الشامبو. ده هنا داخل فيه بقى ايه هو الشامبو اللي هنستخدمه زي ما اتفقنا، هو الدكاتره اللي بتحدده. طب البلسم، البلسم الحاجات المضره جدا للشعر عشان هو عباره عن مواد كيماويه صافيه، ما فيهاش اي حاجه طبيعيه خالص. فمش بنحب البلسم، انما اللي بيعوض لنا البلسم ايه؟ حمامات الكريم بتاعت الشعر. حمام كريم قبل ما نغسل شعرنا وبعديها بالشامبو الطبي، ده بيبقى نتيجته كويسه واحسن بكتير. جميل. الغلطه بقى اللي دايما اغلب الناس بتعملها واغلب البنات بتعملها، هي بتيجي وهي بتغسل شعرها وتجيب مشط او فرشه وتقعد تسلك شعرها تحت الميه. ده طبعا بيوقع الشعر بصوره اكتر. احنا عندي الميه السخنه بتفتح المسام بتاعت البشره من ضمنها طيب فروه الشعر. التكنيك ده انا هناقش حضرتك فيه بعد اتصال مدام نوره. الو، اتفضلي يا فندم. اتفضلي. الو، ايوه يا فندم اتفضلي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. بعد اذنك لو سمحت، انا ليا مشكله. والدي راجل مسن يبلغ من العمر 85 سنه، ظهر عليه طفح جلدي عبارة عن شكل دايرة حمراء وحواليها هالة خفيفة روز كده في الظهر والبطن وفي الوش، مش عارفة اتصرف ازاي. لا تتصرف، لازم ترجعي دكتور جلدية فورا، يعني زي ما اتفقنا لسه كنا بنقول حالا الامراض الجلدية لازم تتشاف عشان يبقى التشخيص صح. ما ممكن يكون ده نتيجة مثلا الاكشن لدواء اخده فعمل له حساسية دوائية، ممكن يكون نتيجة حاجة تانية، عنده مرض جلدي تاني، لا محتاجين لازم يتشاف. طب خلاص اوكي يا مدام نوره. يعني اول مره تحصل يا دكتور؟ مش ما هي اول مره، بس لازم زي ما بقول لك لازم يتفحص، لازم يتشاف. طب لازم يعني لازم مدام نوره يروح لدكتور جلديه يشوف الطفح الجلدي ده بعينيه لازم. وشكرا لاتصال حضرتك، وربنا سبحانه وتعالى يبارك لحضرتك في الوالد. كنت بكلم حضرتك يا دكتور في قصه كيفيه العنايه، بنكمل وسائل العنايه ازاي نعتني بيها. يعني البلسم عكس ما هو مفهوم، يعني بيقول لك البلسم ده من اسمه كده ان هو حاجه حلوه، هو حاجه وحشه جدا للشعر. لا، مش عايزين نستخدم بلسم تاني خلاص بعد كده. عايزين لما نيجي نسرح، يعني بنغسل شعرنا ما نسرحش خالص تحت الميه، الميه بتفتح لنا مسام البشره، فبالتالي الشعر بيبقى حواليها ضعيف قوي، نيجي نسلك شعرنا تحت الميه نلاقي الشعر عمال يقع معانا. يعني لازم ننشف الشعر الاول. تمام. لان هو اي بنوته، خصوصا بنوته، لازم تحب ان هي تسرح شعرها بعد ما تغسله، لان شعرها طويل فبتحب تسلكه. تمام. دي بقى لما تنشف شعرها الاول خالص وبعدين تبدا تسلك، ولا او فروه الراس تهدى شويه بس ما تبقاش لسه سخنه من الميه او الكلام ده، بس عشان تبقى المسام قفلت مره ثانيه. جميل. وبعدين نبتدي نسلكه، وعشان طبعا لو شعرها طويل وهيبقى فيه صعوبه في التسليك، بتسلك شويه يعني من تحت لفوق. جميل. فعشان لو سلكت من فوق لتحت طبعا هيكون عقبال ما توصل لتحت هتكون الشعرايه وقعت معاها يعني. طب في برضه حاجه ثانيه معلش يا دكتور، ممكن تكون في ناس كتير بتتساءل فيها، قصه المشط والفرشه. في ناس بتقول ان الفرشه بتنزل الشعر اكتر لو تسرح او تسلك بيه. ونوعيه المشط، في ناس بتقول استخدم مشط خشبي مش مشط بلاستيك، ايه حقيقه الكلام ده ولا؟ طبعا المشط الخشبي احسن من البلاستيك عشان الالكتروستاتيكيه والحاجات دي بتاثر على الشعر، بيولد شحنات كهربائيه فممكن تاثر على الشعر. تمام. ده البلاستيك. الحاجه الثانيه يعني لو على حسب طبيعه الشعر بنحدد المشط او الفرشه احسن، يعني المشط السنون واسعه اكتر مثلا، ده مع الشعر التقيل اللي هو مش هينفع معاه مشط ضيق، هتسلك ازاي الشعر؟ يعني يا دكتور على حسب كثافه الشعر. الواحد لما ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بمولود يوم جاي واخده لدكتور الجلديه يقول له حدد لي نوع المشط اللي سرحه بيه
ونوع الشامبو اللي هيستخدمه ونوع الكريم، يعني لازم ناخده كده. وحضرتك كل دكتور جلديه بقى قريب من البيت يبقى تمام. متولي طفل من البدايه، نعرف نوعيه المشط ونوعيه الكريم. انا طبعا انا واخدها ماده للتهريج، بس هي مهمه جدا فعلا. يعني فعلا المفروض ان كل واحد يبقى له دكتور بيستشيره في حاجات مهمه زي كده. شعر، بص انت فتحت موضوع مهم جدا اصلا، اللي هو تلاقي مثلا واحده فرحانه ببنتها الصغيره لسه، هي لسه عندها 3 4 5 6 سنين، وتلاقيها عماله تصبغ لها في شعرها وتقص لها وتعمل لها مش عارف ايه وتجيب لها كريمات منين وحاجات منين، وطبعا ده بيضر الشعر جدا، تبقى مستعجله ان هو شعرها ما طلعش. يعني نقعد بقى بنفهمهم طبعا انت بتعمليه ده غلط جدا على الشعر، هي لسه لما هتكبر وتبقى الناس هتلاقي ان شعرها ده اتبدل خالص بقى حاجه ثانيه، وهتلاقيه طول وملمسه اتغير. الصبغه للاطفال دي حاجه مضره جدا. طيب المكوه، انا اسف ان انا بقطع حضرتك للمره مش فاكر مش المره كام، بس معانا استاذه اميره عشان ما نطولش عليها. اتفضلي استاذه اميره. الو، السلام عليكم. وعليكم اتفضلي يا فندم. لو سمحت ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا دكتور، انا حامل بس بشرتي كلها مليانه حبوب. تمام. بصي مع الحمل مش هنقدر نعمل حاجه في الحبوب، مجرد مضاد حيوي خفيف بس حطيه على الحبوب وبس، وصابونه طبيه لازم حد يكتبها لك وبس على كده، مش هنعمل اكتر من كده. شكرا لاتصال حضرتك يا استاذه اميره. معلش انا يعني قفلنا معاك بسرعه لان هو ناقص دقيقتين ثلاثه، عايزين نقول بقى الخلاصه. تمام. فاتفضل حضرتك. طيب بسرعه كده بايجاز، طبعا الاطفال ما ينفعش اللي احنا بنشوفه الامهات تعمله في اطفالهم ده بصراحه كتير جدا، يعني بالعكس احنا بشعر الاطفال بنجيب لهم شامبو للاطفال يبقى مناسب معاهم، والشامبو ده ما بينفعش الكبار طبعا. واحده كبيره تقول لك انا بستخدم شامبو الاطفال علشان احافظ على شعري، ده طبعا من الغلط ما بينفعش. جميل جميل جدا. تاني حاجه الصبغه والحاجات اللي بنعملها في شعر الاطفال، لا احنا اخرنا في الاطفال نعمل لهم حمامات زيوت طبيعيه زي زيت الزيتون او زيوت طبيعيه، حمامات زيت على شعرهم مش اكتر من كده. طبعا شده الشعر القرطه الجامده دي عشان نعمل ديل الحصان او نعمل الزعرورتين او الحاجات دي من الحاجات المضره جدا اللي بتنحل الشعرايه وبتخلي طلوعها بعد كده من الحاجات الصعبه. المهم قوي في الامهات لازم تتابع شعر البنات الصغيره، هم في المدارس ساعات بيقعدوا بعض، ممكن يجي لها تانيه من هنا، حشرات من هنا، مش عارف ايه، ده مهم قوي النقطه دي. قص اطراف الشعر مهم للكبار وللصغيرين. الغذاء بقى، الغذاء ده ما اتكلمناش عليه، ده مهم جدا، لازم ناكل خضار وفاكهه كويس، لازم نشرب ميه كتير جدا، الميه داخله في الشعر بنسبه كبيره، لازم نهتم بالنقطه دي كويس. العوامل بتاعت الشمس والتراب والدخان الحاجات دي حاجات بتضر الشعر. طب نعمل ايه في الشمس يعني نعمل ايه؟ نغطي الشعر مثلا ولا بص ما هنا برضو في نفس الوقت ان الحجاب بصوره مستمره ده برضو من الحاجات اللي بتضر الشعر، لازم طول ما احنا في البيت شعرنا متهوي، ما ينفعش تبقى واحده قاعده في البيت ورابطه برضو شعرها. ده من الحاجات اللي بتضر الشعر جدا، التهويه مهمه جدا. تغيير التسريحه بتاعت الشعر، مره ارجعه لورا، مره بفرقه، مره على جنب، مره مش عارف ايه، ده بيحسن لي الغذاء بتاع الشعر وبيقلل لي ان الشعر ينحل في منطقه معينه. لو ثبت منطقه معينه الشعر هينحل بعد كده. جميل. عوامل الشعر كتير قوي بتاثر فيها، وطريقه العتنه كتيره جدا يعني. العرق يا دكتور والمصايف، كل سنه وحضرتك طيب، في ناس بتطلع مصايف كتير، الميه المالحه بتعمل ايه في الشعر؟ يعني لازم تتغسل بسرعه ولا في ناس بتقول في اقاويل؟ بص هو الكلور بتاع البيسينات هو اللي بيضر الشعر اكتر. الميه المالحه مش قوي، بس الشمس بقى امتى؟ يعني انا نزلت البحر الصبح بدري فالشمس كانت ضعيفه فما تاثرتش، ولا نزلت فتره الظهر فالشعرايه بتاعتي اتحرقت وباظت. جميل جدا. طيب بالنسبه يا دكتور، احنا ناقص دقيقه ولا حاجه، انا بس عايز استغل، انا اسف يعني في اللفظ، استغل حضرتك بقدر المستطاع. يعني قصه يعني الاطفال الصغيرين اللي هم بيبقى بيقولوا الطفل الصغير ده بيبقى له شعر البطن، يعني لسه ده اللي مولود بيه، شعر البطن بيقولوا كده ان هو اتولد بالشعر، والشعر بيتبدل. حضرتك ذكرت في كلامك، في طريقه كلامك، ان الشعر ده بيتبدل وهيتغير خالص عند مرحله متقدمه. طيب الشعر ده نعتني بيه ولا نسيبه زي ولا يعني عادي مش هتفرق، ما كده كده هيتبدل؟ لا بص، الشعر اللي هو الرفيع قوي ده اللي بيبقى مولود بيه البيبي ده هيقع بعد كده مع الوقت، لا ما نعتنيش بيه ولا حاجه، لا خلاص كده.
ده ما يهمناش في حاجه يعني. يعني انا ايه عارف حضرتك المثل اللي بيقول اللي بيحضر الجن يصرفه. انا سالت سؤال في اخر الحلقه علشان بس للاسف وقت الحلقه خلص، فانا مش عارف اصرف بصراحه العفاريت، بس احنا هنحاول ان شاء الله في الحلقات اللي جايه نستفيد من حضرتك اكتر من كده ونستغل حضرتك اكتر من كده. شكرا لحضرتك دكتور علاء، منورنا دايما. شكرا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وكل سنه وحضراتكم طيبين مع ارق الامنيات بدوام الصحه والجمال، على وعد بلقاء قادم ان شاء الله تعالى. انتظروني دكتور ياسر شقير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.